أنا شأنه يعني سلامة الأمور وإيصال الخدمات الأساسية وما ذلك بلاغات البحث الخاص وأيضا الدواء والإضافة، كل هذه القطاعات موجودة في هذا المركز وهي تتلقى أيضا هذه البلاغات. ونحن نسأل معكم في هذه الجهود غير المقدرة والجهود التي تكمل يعني بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية التي تتابع مستجدات هذه الحالة عن مدى غير المشاهير. كل الشكر لك الرائد محمد، وإن كانت هناك أي مستجدات على وقت نكون على تواصل معكم. بإذن الله تعالى أخي العزيز، وأيضا توجيه الآن